والله قبل مع التعاطي الاعلامي، التعاطي مع بعض خيان النواب معناه. مثلا اخونا ماهر وصار قبل استدعيته هنا العديد من النواب وغيرهم، فبصراحه انا نستغرب معناها الى بون المواطن العادي نجم يتشكى يقول راه ما نجمناش ما عملناش، لكن في دو السلطه راه سي ماهر ما عندوش حق يقول هكا. فماش انت عندك سلطه باش تسير المجلس هذايا، تحافظ على هيبته وتحافظ على القوانين تتعدى، دبر راسك، تلك مسؤولياتك لازم تعملها. فماش ما عنديش اليات وما عنديش ابريتو وزاره الداخليه تبع الحكومه، والحزام الموجود السياسي نتاع الحكومه موجود في البرلمان، تنجم تفرغ او نتفاعل معك. تامين مجلس نواب الشعب من الخارج كاين مسؤوليه الداخليه؟ لا، من الخارج او من الداخل يخضع للامن الرئاسي لا غير. انا يا سيدي كرئيس مجلس نواب نقول راه نظرا لكذا كذا ونظرا لكذا كذا، كما سيدي سماه انقلاب، نقول راهو قررنا انه باش نطلبوا من وزير الداخليه يفرغ لنا مجموعه من القوات ويوجههم ولهم يحافظوا على الامن، وليحدث ما يحدث، لانه اللي يصير راهو فظيع. انا واحد من الناس كان جيت في البرلمان نحشم، خاطر انا يا اما حاجه نجم ندافع عليها ولا نخليها، فماش حل اخر. معناها التبريرات اللي قاعدين نسمعوا فيها راهي تضحك، وراي حاجة أخرى وذي حاجة تواصلية مهمة جدا، ما تعطيش هيبة للمجلس. معناه إذا كان الشخص المخول بحماية الناس وبالسهر على تطبيق القانون وبالتشريعات هو نفسه جي يشتكي، وصارت قبل نفس الملاحظات مع زوز ولا ثلاثة وخيان نواب في المكان هذا، نفس الخطاب، ناس يقول لك والله ما نجموش القانون ما يسمحش، هانا نحاولوا. هذا راهو كلام يقوله المواطن العادي، راهو يقوله المشاهد، ما يقولوش المسؤول الموجود غادي. يا اخي انت مسؤول حل مشاكلك، ما عادش عندك حتى حق، وانت بيدك مرتين ولا ثلاثه وتقول ديجا حصه سمعتك المره اللي فاتت في حصه انا مانيش حاضر فيها، تقول وقتاش يطبق هذا وقتاش، اليوم هاو ما طبقش وهاو ظهر انه ما نجموش نطبقوه، ما علاش خذيناه؟ ورغم الالتجاء حتى للنيابه العموميه في بالي تقدمت شكايات معناها بالسيد عبير موسى تقريبا اكثر من شكايات. يا اخي النيابه العموميه لا سامحني تبع وزاره العدل ولا؟ وزير العدل موجود في الحكومه ولا؟ والحكومه الحزام السياسي في البرلمان ولا؟ معناها فسروا لنا احنا في غابه والا في معناها في مؤسسات، راهي ثم حاجات غير معقوله. خلي الاستاذ يفسرك ونرجع لك السؤال، تفضل استاذ. هو كل ما هو اجراء قانوني وقع القيام به. والأهم الإجراء القانوني أنه إدانة ما تقوم به هذه المعتدية منذ اليوم الأول، منذ يوم 22 أكتوبر إلى يوم الناس هذا، إدانة تامة وعلنية من جميع أعضاء مكتب مجلس النواب الشعب. اثنين، يقول لك راه ثم هنات لأنه أنت لست بسلطة لإنفاذ القانون. نحن النواب ما احنا سلطة إنفاذ القانون. انتم مش تحميوا رواحكم يا سيما. لا سامحني، احنا لسنا بسلطه بانفاذ القانون. نحن نعيطوا مثلا، نعيطنا لعادل منفذ، السيد رئيس قدم بشكاوى للنيابه العموميه، قمنا بكل هذا على المستوى القانوني، على المستوى الاجرائي. وقع تحسيس معناها الساده النواب بكل ما هو ممكن. الاداره قايمه بواجبها. الاداره قايمه بواجبها، لكن حب ننبه حاجة هنا، وهنا اللي قلت لك الحكمة، لأنه إيش المطلوب اليوم؟ هو الاعتداء على المعتدية باختصار شديد. هي تعمل في عملية استدراج لي هي والأسرى اللي معها يبحثون على شيء واحد، وقتاش نائب من الأغلبية البرلمانية يعتدي عليها أو يمسها أو كذا أو كذا أو كذا، باش تبدا معناها جيوش من الناس اللي معناها السحره وكذا باش يجدوا لها مبرر. اللي نحب نقول لك انه صحيح صوره البرلمان ترذلت وصوره البرلمان تشوهت، لكن اليوم هل انه هذا البرلمان عمل تحت الضغط وتحت القصف؟ يعمل. وانا ما انا كنت بعد شوي بالارقام، لانه في الاخير صحيح الكلفه النفسيه والماديه على الشعب التونسي حتى الصحيه بالنسبه حتى للنواب. ايوه الصحيه احد النواب تقريبا نقل الى المستشفى. سيدي الكريم نحب نعطيك حاجه. انا من النواب اللي تقدمت بشكايه ضدها وضد زوز نواب معاها حول بهدر المال العام، لانه
احنا اليوم عندنا 97 جلسة عامة. هي اقل شيء دمرت 20 جلسة عامة. قداش تكلف الجلسة العامة؟ معناها اليوم البرلماني الواحد 121 مليون. 121 ألف يعني دينار تونسي، لو تضربهم في العشرين تعرف كم دمرت وكم هدرت من المال العام. شوف، لا أحد يفلت من العقاب، لا أحد يفلت من العقاب. صحيح ثمن بعض، ولكن لن نجر لمربع العنف، لأن لو كان جرينا مربع العنف راهو جرينا ما عرفها. لا، لم يدعو أحد إلى العنف. ما هذه هي البيئة بتجر فكر العنف. هي تريد ما تشاء، ولكن هي تريد منعها مثلا من دخول برلمان. شيء المانع من منع؟ ما ثمش حتى وتتجد لا ثم قوات تمنع. لا عندك تمنع، عندك تمنع. ما نمرش بدارك وما عادش خلونا نتفرجوا فيكم يا أخويا. رأي فضايح، رأي بصراحة. أنا وقت رأى شخص مسؤول في مكتب رئيس البرلمان هارب، معناها كأنه مجدود بسرقة أو شيء، معناها ينطق. شكون معناها شنو أخي؟ أنا هاربة. لا 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 مش لا 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 هو سارق. مدير ديوان. مدير ديوان معناها ثم وضع لا يقبل راهو. نعم. وتقول لي تهوى قداش من ألف قداش مليون قاعدين يضيعوا. السكوت على هذا الوضع هو إهدار لذلك المال. مسؤوليتك أنت باش المال ما يتهدرش. صحيح. راهو مش مسؤوليتك. أنا قمت بواجبي وعملت قضايا. يا ودي القضايا، ما القضايا لشكون؟ ما ولا المشكلة مرات في قصور ايه القضاء. ما فماش آليات لإنفاذ القانون. مش حكاية أمن داخلي. هنقول لك أنا هاوش أعطيك رأي بكل وضوح وبكل صراحة. فضل. المسألة السياسية واضحة. النهضة ما تحبش تتحمل مسؤوليتها. علاش؟ خاطر الأحزاب الأخرين يحبوا النهضة تشتبك معاها هي، وهما يأكلون الغلال بأيدي النهضة. هاو الصحيح. داكوردو. وبالتالي النهضة لازم تحمل مسؤوليتها وتحمل الأحزاب الأخرى مسؤوليتها، خاطر المسألة مسألة سياسية واضحة. فما ناس تتكلم في كل شيء، اللي كيتكلم عبير، حتى مؤسسات وطنية كيف سبوهم ناس كل بدت، حتى حد ما يحب يتكلم، خاطر كيما صار في عدة دول أخرى، كيما صار في اليمن في المواجهات اللي قبل ما يتقواوا الحوثيين، كانت إيران تدفع فصيل معين في الجيش، فيلق معين اللي نعرفوا أغلبيته الإيديولوجية، إلى مواجهة الحوثيين من أجل جعلها حرب طائفية. اليوم ثم أحزاب تحب تحول المواجهة في البرلمان إلى مواجهة بين عبير وحدها ومعها الناس الأخرين، والناس الأخرين فراجية ينتظرون قطف الثمار. لكن مثلا مش ثمار، خاطر الأشجار الكل بشتي على رؤوس الناس كل. هذه الحقيقة السياسية لحتى حد ما يحب يقولها. أنا بماني ما عنديش معناها رهانات على هالوضع هذا ولا على حزاب بصفة عامة، دونك أنا نقولها يا أخوي، كل حزب تحمل مسؤوليته وما تقوليش لا قانون ولا والو. احنا نعرف احنا مرحلة سيدي النجم، نقولك احنا مرحلة معناها ماهيش عادية، مرحلة ماناش عادية النجم ناخذوا فيها. يا أخي ما عطيناش المراسيم قبل الرئيس حكومة، ما نعطيوش تو مراسيم الرئيس الحكومة، ينجم يكلف جزء من الداخلية مجموعة رجال شرطة عاديين ينجموا يمنعوا الحيف هذا الكل، وبعد يجي معناها الناس كل تبرك وخلي الأمر يمشي هكاك. هذا راهو خير معقول. أنا راني يا سماها راني ننقل في رأي الشارع. حقك حقك حق الشارع. أنا حاب نعطيك مؤشر أو قصة قديمة ممكن تبني عليها. أنا نائب للدورة الثانية، عشت 5 سنوات السابقة مع مجموعة أشرف بكثير، ولكنها عندها بعض ممارسات في الجلسة العامة قريبة من المعتدية، ولكنها مجموعة أشرف بكثير من المعتدية. جبهة شعبية، وكانوا 15 النائب، وعملوا برشا سينما وعملوا كذا وعملوا كذا. اليوم شكون بقى منهم؟ مجرح. هذا رفع عنه القلم. فشكون هذا رهان راهو مش صحيح. صحيح، هذا رهان صحيح، لأن معناها أن ننتظروا أن يزول الفيروس بذاته. لا لا دكتور، أنا تونسي. أنا تونسي وأنت تونسي وحضرته تونسي، عندنا شخصية معينة. ثم أنا أنتمي إلى حزب اتخذ من الحوار وسيلة مش العنف. السيدة هذه معتدية، السيدة هذه واحد من النواب جاء معناها وقف بدا يتكلم معها، بدأ تصيح وتعيط وهزوني وعملوني وكذا وكذا. السيدة هذه بالذكاء التونسي
وفي مقدمته الذكاء النهضوي خذات ثلاثة كفوف هلا الزوزة سبيعة عظمى. الكف الأول أمام فرع اتحاد علماء المسلمين. باش خذيته؟ بالذكاء بالحكمة و معناها قالت عطيوني حبل. يوم 18 مارس الكف الثاني مش من نهضة، من موظفين مجلس، موظفين مجلس والصحافة والإعلام. والكف الثالث خذيته كذلك من الجهات أجنبية اللي قالت لها أرد بالك اللي تعمل فيه لو في مصلحتك ولو في مصلحة البلاد ولو في مصلحة حزبك، لأنه في الأخير نحن بلد عنا التزامات وعنا بنك يساندنا وعنا بنوك يساندنا وعنا دول يساندنا. اللي عم تعمل فيه هذا كله سرك ولا ريكرياسيون راهي وقع. خلينا نوضح شوي من الكلام اللي قلته استاذ ماهر، شكون الجهات الاجنبيه اللي حضرت السيد؟ هي اللي قالت مش انا اللي قلت، هي قالت السفير الامريكي معناها مش انا يعني، قالت في بيان كذبت وجه لها تنبيه. هي اللي قالت مش انا، اراجع البيان بتاعها، راجع البيان، عملت بيان وضد السفير الامريكي. اكثر من هيك هذه يعني انا نحس انه في شيء غلط هنا، يعني هاي تعمل في مظاهرة وكذا وتعيط على رئيس بايدن تقول له هبط الغنوشي، معناها شو أقول لك، ربي يعني حبس علينا عقل الدين في اللايف. هبط الغنوشي وانت حطيت الغنوشي وانت جبت لين دي اي وانت كذا للرئيس بايدن، وبعدين عاملة مراسلة للسفير الامريكي تقول له يا معلم راه ما تدخليش في حزبي وتحب تبدلني وتحب تجيب حد اخر وانا راه درت شنو يعني.